السلام عليكم، انا يا وصلني امين من الجزائر العاصمه. اليوم راني نحكي لكم واحد الحكايه، المشاكل اللي طحت فيهم انايا. مادا بيا هاد الليجان تاع اليوم ما يطيحوش فيهم. امين شاب جزائري يبلغ من العمر 32 سنه، جانا الحصه تشوفوا حكايتي باش يحكينا حكايته. حكايه وش نحكي عليها وش نخلي. أمين غلط كي كان صغير، دخل الدار وسرق كل ما فيها. جابوا سيونتيفيك ومن أنا كي جات سيونتيفيك فقت باللي قلت يا ربي علاش، كي خرجت برا ورياحت وكذا شت بلي الكوند قطع لي، قلت بالك أني مسيت، بالك أني كذا، بالك. ومن بعد سمعت باللي بلاني روشارشي. كيفاش حسيت تما كي حط لك لي ميرو؟ بردت يا كيفاش فاهمك، شغل غاتتني عمري، شغل خلاص فقت باللي تغلق باللي كاينه طريق ماشي سهله، فهمت؟ هاكا راني رايح للحبس ومن هنا. هاد الناس يا اخواني شوف قدام 40 مليون ويسمع، هاد الناس انا غلطت في حقهم ودخلت ليهم للدار وكسرت عليهم الحرمه، ما كانوش على كل حال. يا اخوانا غلطت واني قدام 40 مليون نسمه، يا اخو يسمح لي هذا الانسان. يا الدخول للسجن ما يعنيش نهايه الحياه، والخروج منه ما يعنيش انه ما راحش تبدا حياتك من جديد، ولا ما راحش تقدر تدير عائله وراح تدير احباب، وانه هذا المجتمع راح يرفضك وراح تكون شخص منبوذ. هذه هي قصه خونا محمد امين من الجزائر العاصمه اللي راح يحكي لنا وراح ينقلنا التجربه تاعو بعد دخوله للسجن، وصراو له ثاني العديد من المشاكل. هذا كاع راح تشوفوه في الحلقه تاعنا اليوم. شوفوا حكايتي، تبعوا معنا. وعليكم محمد. امين قل لي، امين كما يقولوا ان جنرال جيريان، كيفاش حكايتك؟ كيفاش واش تقدر تقول لنا يعني كيفاش راه حكايتك؟ يا اخو كيفاش انا نقول لك حكايتي؟ نورمال، جان نورمال، راك تسمع. جان نورمال، نخدم نحبس، نخدم نحبس، درت لي ستاج ومنه. المهم ومن بعد هيك بديت، شحال خدمت؟ واحد العام 17 18، ومن بعد خدمت في حانوت، خدمت كذا، خدمت منا، بعد درت ستاج دخلت نخدم ديك لا روندوان، خدمت في البور. كما يقولوا دس على حاجه، يعني سبقت وحكيت لي ديجا يعني كي قصرنا على الحبس صحيت على الحبس. كيفاش حتى صرات؟ كيفاش حتى بدات؟ كيفاش بدا؟ كيفاش حتى خممت؟ شوف ماشي انا شوف اقسم بالله لو كان جاو يهضروا هاد اليدين وهاد العينين خطراش دراهم حتى عينيا وجعوني وما دنيتش ليهم، وهاد اليدين كون شدوا دراهم خاطش علاش المليو تاعنا تاع البور تحت تشد دراهم. دوك هاتيك السيد يجي يمد لك مليار، انا شديت مليار وشدي هكذا في يدي هكذا بصح ماشي تاوعي صح. درت مع هادوما، قول لي درت مع هاد العيبات. قبل ما تكمل واش رايك نبدلوا البلاصه؟ روحوا لهنا نريحوا. ها هاي روحوا نمشوا نكملوا ان شاء الله الحكايه. طيب امين جينا هذه الجنينه صح باش نكملوا كما يقولوا الحكايه، وما من الناس باش يشوفوا يكملوا الحكايه ان شاء الله. حبسنا كي تعرفت بواحد ثلاثه ليجان وربعه ليجان ومنهم كما يقولوا صارت لك مشكل. كيفاش صارت؟ ايا منا بانت هاد الدار ومنا ماليها ما كانش، وما ندخلو ما ندخلو، ايا دخلنا منا سرقناها منا. كي جينا خارجين منا بدات تعيط صح. مولاتها كانت تما، كانت في الدار، ما كانتش في الدار صراحة. ايا بدات تعيط ومنا لابوليس، انا صوتيت هربت منا، هربنا. ايا انا كنت لابس ليغو، داير ليغو قلت ما فيها مع الهربات قطع لي ليغو تاع يدي لا دروات،
أو عندي في الكوارط جابوا سيونتيفيك ومن على كي جات سيونتيفيك فقت باللي قلت يا ربي علاش كي خرجت برا ورياحت وكذا شت بلي القوند قطع لي قلت بالك أنا مسيت بالك أنا كذا بالك هذيك بالك واعرة اللي الموليت نرقدو يا وبعتك واحد يسكن تما قال لي امين قال لي امين اجت بوليس سيونتيفيك ومن على خاطش اكاس جي شوفو يديروا لي زونطران تاع ومن بعد سمعت باللي بلاني ريشارشي كيفاش حسيت هذاك المومون هذا سمعت كي سمعت باللي كيما يقولوا لك ريشارشي واعره يا تولي ما كاش مفهمك ماشي كيما دوك تقدر تمشي هكذا فاهم خطاني نمشي انا طيحوني في برقي أنا نمشي زيرني باراج نورمال باراج عادي كتب لها برمي روتري زيرني نورمال فيريفيكاسيون قال لي وراه برمي قلت له نسيتو في الدار ومنا انا تعرف شاد في كل شيء يا دخلنا كوميسارية كنا انا ديتهم كرسه ديت واحد عباد كرسه كانت معنا طفله مينوره وانا ما على باليش هيا روحوا كوميساريه السيده دا غير دخل كوميساريه وزاد بدا يعيط زاد ضرب راسو داخل الزجاج زاد ولا قاعد مومات قلت له يا خو قلت له ريح ما دير في هاد السليمات انا نيرو شارشي شو بوليس اللي كان شايت تما فيرمالونس قال له هذا الشوفور خاطئ صح انا كنت ما شاد في كرشي قاعد واعره تكون في هذاك المومو هذاك هيا قالوا حبطوا سورتي دار يبصموا انت سمعت البصمه يا اخو بداو يبصموا بصم الاول بصم الثاني بصمه الطفله الثالث ثاني شافي جيت انا حطيت يدي بوليس سيونتيفيك في لا دايره تاع برقي لابس الابيض بديت نبصم قال لي شوف فيا مليح عباك شوف هو غير قال لي شوف فيا مليح اقسم بالله يا قلبي حبط لرجلي يا دور وتشك بداية طاطاطاطا قال لي دنا تشوف لها دنيت هكذا قلت كيفاش هادو ما كاع ما قال لهمش هكذا دور هكذا تسمع شميت الحالة صبابا عيط للبوليس هذوك اللي جابوا لنا شوف هذوك اللي لبسوا كومبا الوطني هضر مع هكذا في ودنو خلاص برت يا تما ربطني هكذا واش حسيت تما كي حط لك الإمارة برت يا كش فهمك شغل غاتتني عمري شغل خلاص فقت بلي كاينة طريق ماشي سهلة فهمت أكاني رايح للحبس ومنها مورا كما يقولوا ما كملوا الإجراءات يعني انت ديكلاريت بلي قلت لهم بلي أنا كنت في هذيك البلاصة وصرات ودرت هذيك الحاجة ودرت الحاجة جات المرحلة تاع السجن يعني كانت صعيبة شوية دخلة لي وعرة دخلها ما على بالكش قبل شرع لي وعرة اسمع شارعت انا كي شارعت نورمال جا الضحية وجاو واحد زوج شهود شوف شحال كونطرا عليا الضحية وزوج شهود شحال تسمى ثلاثة كسرت شرع انا قلت نكسر شرع ينقصولي كسرت شرع واش نصيب في الويسو شوف نصيب الضحيه نصيب زوج شهود وزاد دار لي بارتي سيفيل تسمى باش يفهموا الناس هذا بارتي سيفيل زاد دار لافوكا انا على بالك شت لافوكا يا خو قلت حي هردني كنت بثلاث سنين هاك تسمع زادت لي عام ونزيد نقول لك الضحيه هذا انا صح سرقته ونطلب من رب العالمين يسمح لي وراك تسمع خطا كما يقول الواحد يغلط غلط في حياته مرتو كذبت يا دارت بزاف كاش نفهمك حنا ما سرقنالهاش ذهب هذا كاع صح دينا ذهب بصح الكميه اللي دارتها هي من عندي في الورق دارت بزاف شنو امين شفت بلي راك رفت معك كرطاب اها فيه كوارض صح واش جبت في هذا كوارض عندي هذه النسخة نسخة تاع واش هذه؟ هذه تاع كي كسرت هذه ليك الفيرار ما عاد مشاهدة التأمين هذه كي كنت نهرب لهم هاي ليك اللي نروح نوريها لك هذه مشاهدة التأمين
هذه الحكم بال هذه الفيران مع انعدام شهادة التأمين، فهمني فيهم برك بالوحدة. شوف هاي لك، شوف وش قالت سرقته. 1/9/2016 سلم له السالف الذكر عن كل المسروقات المسترجعة والتي استلمها من مصالح الشرطة معينة ما تبقى من المسروقات، عين اختفاء مسروقات زوجته وابنته الصغيرة متمثلة في طاقم ذهبي معدن أصفر حوالي 10 طاقم وشنو؟ بارير حوالي 10 خواتم، أربع الورقة، أربع أسوار، 6 سلاسل عنق، حوالي 15 زوج من الأقراط كلها من المعدن الأصفر، هاتين نقالين، 6 سلاسل عنق، حوالي 15 نوع جهاز هاتف نوع سامسونج ثاني ايفون لو حارق 100 من هواوي رمادية اللون، 500 أورو، يعني حصيلة كبيرة. هادو يعني قاع مسروقات، هادو قاع مسروقات ما ديناش قاع هادو. ما اقرا، شوف هذه اللي قلت لك مقبله خالي، اقرا. معتاد المجيء الى منزل افراد عائله كونه على درجه دبل المنزل استغل فرصه اثناء غيابه من مسكنه، اذا هو على علم بيقين انه هو الذي اقترف هذا الفعل في حقه، وخاصه بعد ان قام كذلك بسرقه احد افراد العائله في المكان المعين. صح امين. في الاخير شحال جبت، يعني شحال حكمت سجن؟ جوزت عامين. ديت لاقراس بادرت لاقراس جوز امين. امين خرج من الحبس، كيفاش كنت؟ كيفاش كنت مرمى خرج من الحبس؟ على بالك نساوني فيه برا، يا اقسم بالله غير كنت طالع لدارنا غير برا نسيتها برا، نسيتها. امين يعني كي كيما يقولوا عاشرت يعني الناس في السجن، كيما يقولوا عرفت عباد، التجربه هذيك فاداتك ولا ضراتك؟ يعني لا غير نورمال يا اخو، انا كن ريحت برا خير. عبك في الحبس وش تولي تقول؟ كل هالي عيا والديك كي يجوك بالوار وتولي تخمم عليهم ام لحقوا ما لحقوش، زعما نقولوا ام يجوك بشهر خاطش كنا في بلاصه بعيده. تسمع حنا نشوفوا في النشره لي زاكسيدون والطريق هذيك واعره معروفه بلي ناس ماتت، وكاين ناس كانوا جاي لهم بالوار وماتوا، كاين ناس كانوا مولين من بالوارات وماتوا. تولي تقول انت يا دوك كيما انا كانوا يجوني بابا ويما وخويا وخويا، راك تسمع زوج خاوتي ويما وبابا. تسمع غير تقول قريب العائله كاع، اي يا خويا يقدر ربي ويموتوا. صح وصح يا خو، دارنا لو كان ماشي انايا ما يروحوش لهذيك البلاصه. انا ندمت يا، وعييت بابا، عندي بابا مريض راك تسمع، خوتي يقراو، عييتهم يا اخو ما نكذبش يا عييتهم. وانا ما نزيدش ندخل ان شاء الله باذن الله، ما نحلفش عليه. بصح هاد الخطره يا انا ما جاوش رفدوني من جامع ولا اني قاعد هكذا ما درت والو، انا درت وخلصت يا امين. كما يقولوا امين خرج من السجن وعاود ولا لعائلته ولداره وعاود ولا الناس الحمد لله. الحمد لله. صحاب انت واش راك حاب دير، واش راك شايف يعني واش راك حاب دير يا فادي؟ انا دوك هذيك نعاود نولي نخدم، دوك ندبر كاش خدمه راك تسمع فيها، ندبر كاش خدمه ندير فيها، راني نكبر دوك نتزوج نشوف كاش مرا، خلاص راني 32 سنه كيما قلت لك قبيله. انا تاع خدمه، انا تاع لي نوض صباح ربي ونبكر راك تسمع. غلطه صرات الحمد لله. امين كنقول لك باللي مدى ميساج لي جا لا يشوفوا فيك ولا الشباب لا يشوفوا فيك، واش تقدر تقول؟ هذه تاعك وداخلين الحبس، داخلين خارجين، وسرقه ولي زاغريسيون والضريب وضربوا الناس، ماشي طريق يا والله، ما طريق يا. انا دخلت جربت وخرجت والله ما طريق يا، كيما نقولوا حنايا بالطول وبالعرض. اللي مات لي حنينا تبكي يا، ما تقول لينا صاحبي ناكدا. امين قل لي نعم، واش كان باش كيما يقولوا نختموا تاعنا الحصه، واش كان يعني شعورك كيما يقولوا في لا ليبرتي خرجت من الحبس خلاص تهنيت مع ذاك المشكل وليت للدار وليت ناسك الحباب، كيفاش كانت لا سونساسيون هذه؟ كيفاش كان الاحساس ديالك؟ كيف فتح لي الباب الاخر وخرجت، ما نقدرش ان شاء الله ما تعيشهاش ان شاء الله. شتقول زعما حيتزوج هادشي علاش؟ دوك هذيك نتايا زعما سمعنا من قبل 3 ايام، دوك هذيك انا قاعدين هنا نحبوا دوك نروحوا للوهران ولا العنابه ولا البجايه في طوموبيلتك وتساهم
نرفدونا نحكموا الكار نروحوا. تما ما عندك شو انت عندك صاله حبيت تروح بدل صاله. انا ان شاء الله يا اخو قبل ما تخلص هذه الحصه انا هاد الناس يا اخو انا شوف قدام 40 مليون ناوي يسمع هاد الناس انا غلطت في حقهم ودخلت لهم الدار وكسرت عليهم الحرمه ما كانوش على كل حال يا اخو انا عندي خياتي كيما ما نحبش يدخلوا لدار اختي يا اخو انا غلطت واني قدام 40 مليون نسامه يا اخو يسمح لي هذا الانسان يا اخو. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه عدد اليوم من شوفوا حكايتي. كما شفتوا معنا كان معنا محمد امين نتمنى له النجاح في حياته بعد ما جاز على العديد من المراحل في هذه الحياه. وانتم اذا راكم حابين تجوزوا معنا في شوفوا حكايتي ما عليكم غير تتواصلوا عبر الصفحه الرسميه لقناه النهار. انا ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحكم. سلام.